غلب على هذا التحدي اللي كان موجود، اللي الدولة المصرية كانت مواجهاه في هذه الفترة بسبب ظروف الحرب، وإن احنا نرجع تاني عجلة الاقتصاد زي ما كانت عليه. وده اللي إن شاء الله يا فندم بقينا شغالين دلوقتي خطة أسبوع بأسبوع، وهنعلن للرأي العام بيخرج قد إيه من كل المنتجات علشان ندي رسالة طمأنينة إن شاء الله في السويس. طب أرجو إن احنا يعني وإحنا بنعلن ده، معرفش هل ده مناسب ولا مش مناسب، يعني نبقى في إطلاق أول قافلة يتم الافراج عنها، نبقى موجودين هناك بالنسق يا فندم ونقول بيانات اكتر للناس ان شاء الله يا فندم. انا بس عايز اطمنهم ان احنا لما قلنا ده ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا ننفذ الالتزام ده. احنا بنتكلم على مليارات كتير من الدولارات. بالظبط يا فندم. بنتكلم على ايه؟ مليارات كتير يا فندم. فالناس بتسكت في الدولار شويه، لكن لا بأس، احنا برضو بعد الدولار مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ومدبرين الموضوع. انا عايز بس استاذن حضرتك عشان موضوع الكلور، اسمح لي يعني في طبعا اوضح بس للناس ايه. يعني وقت ما حضرتك شرفتني ان انا اكون وزير اسكان، والفتره اللي انا قعدتها كان اكبر هاجس عندي كوزير اسكان مشكله توفير الكلور لمحطات المياه. احنا هنا بنتكلم على المياه اللي بيشربها المواطن، ومصر كانت قبل هذا انتاج هذا المشروع اللي وجه بيه فخامه الرئيس ما كانش عندنا غير مصنعين كلور هم تابعين للقطاع الخاص، هم دول اللي بينتجوا الكلور. طبيعه مصانع الكلور ان لازم كل سنه بتتعمل عمره او صيانه، فالمصنع بيتوقف، فكانت بتبقى دايما عندنا الازمه. وانا عشان بس نتخيل، احنا ازمه هنا معناها ان انا اوقف محطات ميه عن الشغل، والا كنت البديل ان انا اروح استورد الكلور بالدولار عشان اجيبه واشغل المحطات. انا هنا بتكلم على قدرات يا فندم، محطات كانت موجوده في 2015 و2016. احنا النهارده مش نفس المحطات الموجوده، احنا زودنا كميات المياه المنتجه النهارده 25-30% من هذا التاريخ. فلنا ان نتخيل ان لولا هذه الصناعه وهذا المصنع كان هيبقى شكلنا ايه النهارده، لو كنا زي ما احنا وكنا هنبقى تقريبا بنستورد اكبر من نص احتياجاتنا من الكلور من الخارج بالعمله الصعبه. دي اهميه هذه النوعيه من المشروعات، انها اولا ده امن قومي، لان تخيلوا حضراتكم لو وقفنا محطه ميه شرب عن العمل نتيجه لان مفيش كلور، ممكن يبقى الاهالي ممكن يعيشوا ازاي؟ والاهم فرص عمل زي ما فخامه الرئيس قال، واللي بعد والحاجه الثالثه وهي الاهم توفير عمله صعبه كانت الدوله المصريه هتنفقها في هذا الشان. شكرا دكتور مصطفى. يبقى انا طمنتكم على موضوع المستلزمات زي ما اتفقنا دكتور مصطفى، وارجو ان احنا نطلق هذا الامر يعني بتغطيه اعلاميه مناسبه، الناس تشوف حجم المواد اللي هتخرج من المواني خلال الفتره القليله اللي هو يومين ثلاثه الاسبوع اللي جايين دول، عشان نبقى يعني الحمد لله انهينا المشكله ديت. نرجع تاني لموضوع المصانع، احنا بنتكلم هنا على صناعات محدده. الصناعات دي بقول تاني زي ما يعني مش عايز اكرر الكلام اللي اتقال، ان هي ما عندناش طرف او يعني ان احنا نخاطر بيها، ما نقدرش نخاطر بيها، مش بس عشان بتستورد من بره، لا، انت النهارده عندك استقرار في انتاجها هنا، انت ما عندكش مشكله، لا انت خايف انها تخش مواني او المصانع اللي موجوده بره يحصل ازمه ما تجيلكش الحاجه، لا انت ما عندكش المشكله دي خالص. عشان كده بقول للدكتور ايهاب، فوق اكسيد الهيدروجين انت بتتكلم في 50%. ايوه انا مش بتكلم بس على ثمن المواد ديت كدولار، لا انا بتكلم كان هي استقرار في الصناعه هنا، لان احنا حتى